ماريان والفرشاة السحرية، حكاية من التراث الصيني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك طفل مجتهد يعيش في الصين، وكان اسمه ماريان. طريقي، سوف ألعب معك لاحقا. عاش ماريان وحيدا، لكنه كان صديقا لكل الحيوانات في الغابة، وكان يسكن القرية كبير قضاة يعرف بشدة جشعه ونهمه. كيف تسير الأمور؟ هل أتقنت العمل؟ نعم سيد القاضي، سوف أنتهي منه بعد قليل. نعم. إنه يرسم صورة. جيد، مستمتع جدا. من أنت؟ ها؟ أنا ماريان، أريد أن أتعلم الرسم. تريد أن تتعلم الرسم؟ هل لديك نقود؟ أن دراسة الرسم تكلف الكثير. نعم. أنا ها؟ لا توجد معك نقود. إن كنت لا تملك مالا أخرج من هنا حالا. شعر ماريان بخيبة أمل شديدة، لأنه لم يكن يملك مالا ليشتري به فرشاة ألوان واحدة. ولم يحصل ماريان على فرشاة، لكنه راح يتعلم الرسم مستخدما غصنا في بعض الأحيان أو إصبعه في أحيان أخرى. وبدأت مهارة ماريان تزداد يوما بعد يوم. وبلغت مهارته بالرسم إلى حد جعل الصقر يشك بأن الصوص المرسوم في الصورة هو صوص حقيقي. أريد فرشاة للرسم. هل أنت بحاجة للفرشاة؟ مع أنك لا تمتلك أدوات للرسم، لكنك مع ذلك رحت تدرس في جد، لذلك سوف أعطيك هذه الفرشاة. خذ يا مدرس. شكرا لك. ترى هل كان حلما؟ فرشاة، إن هذا الرجل عجوز طيب. لقد أوشك الصبح أن يبلج. ماذا أرسم؟ سأرسم ديكا. كانت الفرشاة ترسم وتلون دون الحاجة إلى تلوين. يا إلهي. غريب. واو يا إلهي. رأى ماريان الديكة يتحرك. كان كل شيء ترسمه الفرشاة يتحول إلى حقيقة، ومنذ ذلك الحين راح ماريان يرسم للفقراء.
سأساعد هذا الرجل. شكرا لك، لقد ساعدتنا. شكرا جزيلا يا عزيزي. ماذا حدث؟ أنت أيها الصبي، سيد القاضي يريد أن يراك. أيها الصبي، سمعت أنك تستخدم الشعوذة، ها؟ كلا، لم أفعل. لا تخف، دعني أرى بعض من مهاراتك. حسنا، فلترسم لي نقودا كثيرة هنا. هيا أرسم، هيا. كلا. أنا؟ ماذا قلت؟ لن أفعل. يا لك من صبي وقح، هيا ألقوا به في السجن، هيا. كان هناك عدد كبير من السجناء الأبرياء الذين تم حبسهم كما حدث لماريان. استطيع أن أنام. ما هذا؟ خذوا الفرشاة وقيدوه، لا تدعوه يفلت أبدا. ها، ارسم لي شجرة تطرح نقودا، هيا. حاضر، حالا. ما رأيك بهذه؟ هل أعجبتك؟ هل انتهيت؟ ها؟ أنهى الرسام الصورة، لكنها لم تصبح حقيقة. ماريان، لتكن فتى طيبا وترسم لي صورة واحدة صغيرة. حسنا، سوف أرسم لك صورة. حقا؟ حسنا، فلترسم جملا من الذهب على هذا الجدار يا مريان. من قال لك أن ترسم بحرا؟ أريد ذهبا، أرسم جملا من الذهب، هيا. إنه جمل يحمل ذهبا، لم أكن أحلم به، هيا أريد قاربا، هيا. أصبح القارب جاهزا، هيا جميعا، هيا نذهب إلى جبل الذهب، هيا هيا. هيا بسرعة. انطلقوا. ألا يمكنك أن تسرع أكثر من ذلك؟ هيا بسرعة. غرق القارب ولم ينجو أحد سوى القاضي، ووصل إلى جزيرة الذهب أخيرا، وانتهت العاصفة ولم يبق شيء سوى اللوحة التي رسمها ماريان. ترى ما الذي حدث للقاضي في الجزيرة؟ مع رحيل القاضي شعر ماريان وأهل القرية بالاطمئنان، وعاشوا في سعادة وأمان.
ومنذ ذلك الحين أصبحت الفرشاة فرشاة عادية. وعاد ماريان يزاول عمله في الغابة ويتمتع بصداقته للجميع، وخصوصا الحيوانات التي كانت تحبه كثيرا. ولكنه لم ينس أن يمارس هوايته المفضلة الرسم.